تنتظر الأهلي وبيراميدز مهام صعبة في مرحلة المجموعات بالنسخة 60 لدوري أبطال إفريقيا. الأهلي جاء في المجموعة الرابعة ومعه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني. أما بيراميدز فجاء رفقة صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيب الموريتاني في المجموعة الأولى. سبق للأهلي مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مرحلة المجموعات بنسخة 2001، وفاز في القاهرة بهدف لحسام غالي وفي الجزائر بهدف إبراهيم سعيد. لعب نادي القرن 8 مواجهات مع يانج أفريكانز جميعها بدور الأبطال، وفاز في 5 وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة. ودع بيراميدز منافسات كأس الكونفدرالية في النسخة قبل الماضية من ربع النهائي أمام مازيمبي بتعادله سلبيا على أرضه ثم خسارته في لوبومباشي بهدفين دون رد. واجه بيراميدز فريق نواذيب في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية في نسخة 2020 وتفوق بسداسية في القاهرة وبهدف نواكشوط. لم يسبق للأهلي أن واجه ميدياما الغاني الذي يشارك في البطولة لأول مرة، ولم يتقابل بيراميدز مع صن داونز من قبل، لكنه ودع كأس الكونفدرالية من ربع النهائي أمام مواطنه مارومو جالانتس في النسخة الماضية. مساء الفل يا عم اسلام. مساء الفل يا كابتن، منورنا. بنورك يا حبيبي. حلوه البدله والست زراير والنظام الجديد ده، مكسر بن الدنيا. بن انت بنحاول 100 يا عم اسلام. القرعه ظهرت النهارده، هتتحط على الشاشه، وعشان نكسب وقتنا هنتكلم على اللي يهمنا، الفرق المصريه طبعا في البطولات الافريقيه. نبدا بالمجموعه الاولى، سان داونز مش راضي يسيبنا. بس هو واخد اي حاجه من مصر، يعني كان تصنيف تاني يطلع مع الاهلي، بقى تصنيف اول راح طالع مع بيراميدز. يعني مازيمبي نوازيبو الموريتاني، المجموعة الثانية الوداد وسيمبا واسك وجالاكسي وجالاكسي البوتسواني، المجموعة الثالثة ترجي بترو اتلتيكو والهلال السوداني والنجم الساحلي، المجموعة الرابعة الاهلي شباب بلوزداد يانج افريكانز ميدياما الغني. هنتكلم هنركز قوي على المجموعة الاولى والمجموعة الرابعة. نبدا بالمجموعة الاولى، سان داونز اصعب مهمة، ومازيمبي ونوازيبو اصعب مهمة للفرقة المصرية من وجهة نظر. المجموعة تقيلة الاولى، مجموعة مجموعة بيراميدز مجموعة تقيلة. مباراة سان داونز احنا خلاص عاملين ماجستير كلنا في سان داونز، وعارفين الفرقه قد ايه صعبه. والسنه دي عملوا تدعيمات كويسه، عندهم لعيب مهاجم برازيلي كويس جدا، وعندهم مدير رياضي كان مدير رياضي سابق لتشيلسي، وعندهم فكر فريق هايل كلنا عارفينه. مازيمبي اقول لك حاجه مهمه، اتفضل. في البطولات الكبرى اللي انت بتشوفها في العالم اجمع، خاصه في المنطقه بتاعتنا، بيكون في خبراء من جنوب افريقيا موجودين وهم شاطرين في حته الاداره دي، لان هي اداره اجنبيه. صح، اداره يعني مش اجنبيه، هم جنوب افريقيا بس بالعقليه الأجنبية الاوروبيه. هايلين بصراحه في الحته دي، شغالين كويس جدا. مازيمبي الفريق عمل شويه صفقات كويسه، مازال مازيمبي في ارضه مباراه صعبه جدا تحت اي حال من الاحوال، وحتى بيراميدز لما لعب فيها مع كابتن ايهاب جلال ما كانش موفق الفريق من سنتين، فدي صعوبه. نوازيبو فريق مش وحش ابدا، كل صعوبه بيراميدز ان هو مباراه مازيمبي دي، مازيمبي تحديدا هو انا بشوف ان هو الخصم المباشر بالنسبه لبيراميدز. يعني سان داونز فريق قوي جدا طبعا في مصر وبره مصر، وده اختبار كبير جدا لقوه وشراسه بيراميدز في البطولات الافريقيه. ده صحيح. فدي نقطه مهمه. بيراميدز اول مره في دوري الابطال، اول مره في الكونفدراليه وصل فاينل وخسر ظلما من نهضه بركان في المباراه النهائيه. هل هناك فارق ما بين الكونفدراليه ودوري الابطال؟ هتكون في خضه على بيراميدز في دوري الابطال؟ انا بقول بيراميدز فريق قوي ومتمرس، وهيبدا مع مازيمبي ثم يذهب الى نوازيبو ثم يذهب الى سان داونز. هنا السؤال والرخامه، راح سان داونز وراجع سان داونز تاني، وفي 10 ايام دمهم تقيل، ماتشين دمهم تقيل شويه. بس خليني اقول لحضرتك ان الترتيب ده من وجهه نظري مصلحه بيراميدز، هو بادئ هنا في مازيمبي في مصر، فلو عداه بعدين يطلع نوازيبو نسبيا اسهل بره ارضه، بعدين سان داونز رايح جاي ويختم، يعني ممكن مع ياخد 6 بونت، ياخد 6 نقط يريحوه جدا قبل ما يروح يشتغل مع سان داونز هناك. لكن 9 بونت يضمن الوصول على كابتن اللي كان بيطلع الزمالك اخر 3 سنين من بطولات افريقيا انه بيخسر او بيتعادل في مصر في اول مباراه، وده بيبقى المفتاح. فاعتقد بيراميدز اول ماتشين لو اخد 6 نقط يحط رجله بنسبه كبيره جدا. حلو ان شاء الله. المجموعه الرابعه ناخد المجموعه. طيب فرص لا لسه استنى، انت بتسجل ليه كده؟ بيراميدز ما بتحبهمش للدرجه دي؟ لا والله انا قلت عشان نلحق ناخد الرابعه. مين يتاهل من هذه المجموعه والمفاجات الوارده ممكن تبقى من مين؟ التاهل ان شاء الله سان داونز وبيراميدز. هل بيراميدز قادر على الصداره؟
اعتقد يطلع تاني، يطلع تاني اعتقد يطلع المهم انه يتاهل. ده شيء يبقى جميل بالنسبه لبيراميدز، انه مجرد انه يتاهل بعد كده بيحلل حلال في فيما بعد. بالزبط. السؤال الافضل انك تقابل سان داونز في المجموعات ولا مباراه رايح جاي؟ انا وجهه نظري رايح جاي، وجهه نظر الافضل لنا. هم شاطرين قوي يا كابتن وجامدين جدا وحلوين، بس في النوك اوت والخبرات هم عندهم حاله من انا هطلع بالكره من الجون اخش بيها الجون وليا لعب وطريقه واسلوب وهيمنه. مش فرق متمرسه في الذهاب والاياب، بدليل انه خسر من بيترو اتلتيكو، بدليل ان الوداد الوداد بقى عقده لسان داونز في النوك اوت ستيج على طول. فاعتقد ان انت لما تلعب ضد سان داونز مباراه ذهاب واياب الجون بره بجونين والكلام دوت فمصلحه الفرقه المصريه تحديدا يعني. تمام، ادي المجموعه الاولى، خلينا نجري على المجموعه الرابعه. البعض بيقول ان مجموعه الاهلي سهله مع الاخذ في الاعتبار انه شباب بلوزداد فاز على الزمالك ذهابا وايابا، مش كده برضه ولا مش واخد بالي السنه اللي فاتت؟ مظبوط. ان يانج افريكانز وصل نهائي الكونفدراليه خسر في ملعبه 2-1، كسب خارج ملعبه 1-0 اتحاد العاصمه اللي خد السوبر من النادي الاهلي. مدياما بالنسبه لي هو المجهول، مدياما الغني. مظبوط. مجموعه الاهلي انا بشوفها هي مجموعه في المتناول. نعم. مستوى الاهلي القوي افريقيا، الفريق المصنف رقم 1 في افريقيا بيخلي الاهلي افضليه، الطبيعي الاهلي يتصدر المجموعه. ولكن على الاهلي الحذر بس من النتائج وترتيب المباريات. الاهلي عنده شباب بلوزداد فريق مش سيء ابدا، خاصه لما تلعبه بره ارضك. والحاجه الثانيه يانج افريكانز فريق كويس متمرس، لكن انا بشوف ان الاهلي هيبدا مع مدياما فدي فرصه عظيمه جدا. بعدين يطلع يانج افريكانز في تنزانيا. فريق مش سهل، لكن أبداً. انا بقول ان الاهلي بالسكواد ده يقدر على الاقل يرجع بنقطه من هناك تامنه، ومن كانش يكسب كمان، وبعدين ياخد شباب بلوزداد ذهابا ايابا يعديه ويختم في مصر، ودي نقطه مهمه جدا. فبرضه انا بشوف ان الاهلي يتصدر المجموعه دي. طيب. مرتاح. نسال سؤال مهم، هو فوز اتحاد العاصمه على الاهلي في السوبر هل ادى ثقه شويه للانديه الجزائريه على الانديه المصريه، لانه من قبله فوز شباب بلوزداد على الزمالك؟ بالتاكيد يديهم ثقه، ولكن الوضع يختلف. لما تكسب الاهلي في السوبر من مباراه واحده وتجيب جون وتبدا تشتغل تحت الكوره، غير لما تلعب مع الاهلي رايح جاي، ماتش في القاهره وماتش هناك، والاهلي يبدا يفرض سيناريو واسلوبه. طيب حضرتك قلت ان الاهلي يتصدر المجموعه، من يصحبه؟ شباب بلوزداد. من شباب بلوزداد يعدي بالافضليه الخبره، يعدي من يانج افريكانز. يانج افريكانز فريق دمه تقيل طبعا. انا اتفرجت عليه في نهائي الكونفدراليه. طيب. بس انا تخيل ان شباب بلوزداد يهرب. قدامي دقيقه، الوداد، سيمبا، اسك جالاكسي، من يتاهل؟ الوداد سيمبا. الوداد سيمبا، الترجي، بترو اتلتيكو الانجولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي. تخيلي الترجي والهلال السوداني. الترجي والهلال السوداني تخيلي. الهلال هيلعب بره ملعبه لانه ما بيلعبش في السودان، بيلعب في المغرب. لو مش هيلعب في السودان يعني. لا مش هيلعب في السودان. لا يبقى هيطلع بره. بص يا كابتن برضه، مش هشكك على هوا اسلام. الهلال فريق قوي وعنده سكواد بس قصه هو بيفقد 50-60% من قوته طول ما بيطلع بره السودان. انا بقول الترجي رقم واحد، الفريق اللي بيلعب كوره حلوه جدا هو بيترو اتلتيكو، ولكن كورته الحلوه دي بتخسره. بس انا بشوف انه ممكن بيترو اتلتيكو يعدي. النجم الساحلي مستبعد تماما من وجهه لا مش مستبعد، بس بيترو بقاله فتره رجليه في البطولات الافريقيه بقوه يعني. طيب خلينا اروح لفاصل، بعد الفاصل اروح دوري الكونفدرالية لأن عندنا الزمالك ومودرن فيوتشر. وقع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ومعه سجرادا الأنجولي وجمعية سوار الغيني وأبو سليم الليبي. لم يسبق للزمالك أن واجه جمعية سوار أو أبو سليم، لكنه لعب مع سجرادا في مرحلة المجموعات بدور الأبطال عام 2022 وتعادلا بدون أهداف في المواجهتين. أما مودرن فيوتشر فيخوض هذه المرحلة في المجموعة الأولى مع اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب وسوبر سبور الجنوب افريقي والهلال الليبي. سبق للزمالك ان شارك في هذه البطوله 5 مرات اعوام 98 و99 و2015 و2018 و2019 مقابل مشاركه واحده لمودرن فيوتشر في النسخه الماضيه. تاهل مودرن فيوتشر لمرحله المجموعات في النسخه الماضيه، لكنه اخفق في التاهل لربع النهائي بحلوله رابعا خلف الجيش الملكي وبيراميدز وإسكو كارا التوغولي. الزمالك حقق لقب البطولة مرة واحدة عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
خلينا نروح للكونفدرالية وحالة كده من الارتياح بين جماهير نادي الزمالك مع اعلان المجموعة اللي ضمت سجرادة الانجولي وسوار كويا الغيني وبسليم الليبي، وحالة من القلق شوية عند مسؤولي نادي مودرن فيوتشر بوقعهم مع اتحاد العاصمة الجزائري صاحب كأس الكونفدرالية وكأس السوبر على حساب الاهلي، الكونفدرالية على حساب يانج افريكان، سوبر سبورت الجنوب افريقي والكرة في جنوب افريقيا حلوة والهلال الليبي. بالنسبه لمجموعه الزمالك زي ما حضرتك قلت حاله ارتياح، الطبيعي تبقى حاله ارتياح لان المجموعه على الورق واعتقد بالمستوى الفني هي في المتناول جدا للزمالك، والطبيعي الزمالك يطلع متصدر هذه المجموعه. تمام. اللي الزمالك يخشى عليه الزمالك طبعا ان هو ما يعرفش فرقه سوار الغيني، الزمالك ما لعبش مع حدش يعرفها، وابو سليم الليبي ومش عارفين هيلاعب الزمالك فين تحديدا. لكن في المجموعه في المتناول تماما، لان سجراده ده الزمالك من سنتين اتعادل معاه ذهابا ايابا فجنوب في انجولا، وجه هنا في مصر اتعادل معاه، فاعتقد ان هي في المتناول تماما، والزمالك واحد من المرشحين بحكم الخبره بحكم كل حاجه لهذه البطوله طبعا. من يصحبه؟ اعتقد سجراده. سجراده. نروح على مودرن فيوتشر. مودرن فيوتشر كابتن مع اتحاد العاصمه هو رقم صعب، يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم فرقه صعبه. سوبر سبور فرقه بنسمع عن فرقه كويسه في جنوب افريقيا، والكره جنوب افريقيا متطوره ومشوار صعب، والهلال الليبي اللي بيدربه كابتن محمد عوده ومعاه احمد عبد العزيز مودي. اعتقد اتحاد العاصمه مودرن فيوتشر. اتحاد العاصمه مودرن فيوتشر. في المجموعه الثالثه ريفرز يونايتد النيجيري، الافريقي التونسي دريمز الغاني، واكاديميكا الانجولي. مين يترشح؟ تخيلي الافريقي التونسي رغم ان هو مش في افضل مستوياته وريفرز يونايتد. المجموعه الرابعه نهضه بركان ويونايتد الجنوب افريقي. انا بقول نهضه بركان والملعب المالي، نهضة بركان الملعب المالي، اعتقد هم الفرقتين الاقرب يعني في الصعود من المجموعه. ترتيب ماتشات الزمالك اللي قدامنا على الشاشه، شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ الزمالك هيبدا مع ابو سليم الليبي، فرصه انه يبدا يفوز، ثم يطلع لسوار الغيني بره فرصه برضه يجمع عدد كبير من النقط، سجراده رايح جاي ويختم هنا في مصر. لغايه دلوقتي الثلاث فرق المصريه اهلي زمالك بيراميدز بيختموا في مصر ويبداوا في مصر. فالترتيب ممتاز، واعتقد ده ترتيب، وعلى الزمالك انه يتعلم الجيل ده من اخطائه. البدايه صحيح. الغلط ثلاثه دوري ابطال افريقيا ورا بعض هي اللي طلعت الزمالك بره. نروح على ماتشات مودرن فيوتشر نشوف ترتيبها برضه عامل ازاي، وفرص مودرن فيوتشر مع ترتيب المباريات. بيبدا مع سوبر سبورت هنا، مظبوط، مع الهلال في ليبيا، مع اتحاد العاصمه في الجزائر، ثم يعود لاتحاد العاصمه هنا. بس التركه صعبه شويه. هو اتحاد العاصمه رايح جاي دي مفصليه جدا في المجموعه دي، لان ده هيبقى المنافس المباشر، لكن الفوز في اول مباراتين يضمن لفيوتشر بنسبه كبيره، او على الاقل اربع نقط من دول باذن الله. طيب خلينا نطلع بقى من البطولات الافريقيه، نذهب الى الدوري المصري. هتبدا بمين؟ نبدا بالاهلي. يلا بينا. الاهلي كان بيلعب مباراه في كاس مصر مع امبي وصعد للنهائي كاس مصر. مباراه كابتن بتثبت الكلام اللي بيتكلموا هنا، ان الراجل مارسيل كولر بقى خلاص عنده سيستم وحاطط ايديه على كل حاجه جوه فرقه النادي الاهلي، اللي عندها قماشه عريضه من اللعيبه بيقدر يستخدمها زي ما هو عايز، بدليل انه مريح امام عاشور في بدايه الجيم وبيعمل الروتيشن. قفش عامل ماتشات كويسه. يحسب لكولر بالنسبه لي ان زي ما الاهلي عنده جبهه شمال تقيله جدا، بقى عنده جبهه يمين تقيله جدا. الحقيقه الاهلي كان دايما يقول لك الجبهه الهجوميه الاقوى هي الجبهه الشمال، لا دلوقتي جبهه بيرسي تاو ومحمد هاني واليو ديانج دي جبهه مزعجه لاي خصم للنادي. خلاص انت حسبت اليو ديانج على اليمين الرسمي، هو بيلعب رقم 8 ناحيه اليمين. وبالمناسبه دي تعال نشوف اليو ديانج ده ازاي متطور مع كولر، لان الراجل ده بقى متحرر، بقى ليه ادوار هجوميه. تعال نعرض على طول لقطات اليو ديانج. اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه الاثنين لعيبه دول يكادوا يكونوا بيلعبوا مهاجمين مع الاهلي. بص اليو ديانج راح فين، وبص قفشه فين، وموديست الاثنين على طول معلقين في الحته دي، ودي الحته اللي هو جاب منها ضربه الجزاء. على طول بص كابتن تحركاته. دي نقطه مهمه جدا. بص تحرك اليو ديانج هو بيتحرك فين طول الوقت. خلاص لعيب رقم 8 ده هو مش مطلوب منه يبدا الهجمه، لا مطلوب منه يتحرك في الحته دي على طول. دي كره الجون ضربه الجزاء، والحقيقه يحسب للشناوي ان لعب الكره بسرعه. دي حاجه كانت في الاعاده، الشناوي هو اللي وصل الكره هنا بسرعه. بص ديانج فين بقى، هيسند الكرة في ومحمد هاني طالع له عشان يبدا تكمل، وحسين الشحات كان طالع هيسند الكوره اليو ديانج. وبص السبرنت ده هو رايح فين، رايح في ظهر الراجل على طول. واحد من اللعيبه رقم 8 الحقيقه وقفها كويس جدا كمان. واحد من اللعيبه رقم 8 بيروح في ظهر الباك والتاني بيروح كانه مهاجم تاني، فجاب للاهلي منها ضربه جزاء. ودي اهميه ديانج. ديانج كمان الدور اللي بيعمله في الضغط غير عادي. بص يا كابتن ده ديانج ال1 2 ده ديانج، وبص الباس مظبوط بالملي على رجل قفشه. دفاعيا بقى بيقطع الكرة كويس جدا، بيضغط من قدام كويس جدا، التكملة الهجومية بتاعته بقت ممتازة. فالحقيقة اللي بيعمله ديانج مع الأهلي الفترة الأخيرة أكتر من ممتاز، وهو واحد من اللعيبة المهمة. بص التحرك، بص ديانج واقف فين، هي نفس كرة ضربة الجزاء بالظبط. جنب ديانج في واحد من أهم لعيبة مصر حاليا، محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عمل ماتش من افضل المباريات مع النادي الأهلي. الأهلي ما اتضغطش عليه غير في الشوط الثاني، لكن عبد المنعم على صعيد الطلوع بالكورة،
توقع سباق السرعه اللي كان داخله طول الوقت مع رفيق كابو. نعم. اعتقد عبد المنعم عمل مباراه من افضل المباريات بتاعته كابتن. ونروح هنا هعرض لحضرتك شويه لقطات لمحمد عبد المنعم. يلا. ليه بقى؟ اهم حاجه عبد المنعم اولا رفيق كابو ده واحد من اسرع لعيبه الدوري. نعم. المصري في كل الكور الواحد على واحد في المساحات الضيقه والمساحات الواسعه. عبد المنعم تفوق فيها واخدها. كور عبد المنعم اللي بتطلع من رجليه بتطلع الكوره مظبوطه بالملي. نعم. ودي اهم نقطه. بص يا كابتن كاونتر اتاك اتقطعت هجمه مرتده بتتحط. بص ده ياسر ابراهيم عبد المنعم. نعم. مغطي في ظهره عامل على طول تغطيه في ظهره قطع الكوره ورجع. نعم. ودي نقطه مهمه لان هو سنتر باك ناحيه الشمال لو. نعم. كان واقف في مكانه كانت هتتقطع. دي كوره ثانيه من الكور العرضيه. بص عبد المنعم القطع بتاعت الكوره بتاعته قطعه بدماغه بتوجيهها لكوكا. نعم. هي عملها في المباراه دي مرتين على فكره غير واحده سندها بصدره. نعم. ودي ميزه كبيره جدا عند عبد المنعم ان هو قبل ما بيلعب هو مفكر. نعم. انا مش هتجيلي الكوره هشيلها وخلاص. نعم. انا مش بشتت وخلاص لكن في الاخر الراجل عنده قدره كويسه. دي الكره الوحيده اللي كان فيها تفوق عددي هي عدت من فوق راس عبد المنعم وهنا كان كابتن تامر مصطفى خلاص رمى كل اوراق الهجوميه اربع مهاجمين على ثلاثه في الاهلي. نعم. لكن عبد المنعم هو المدافع الاول دلوقتي في الكره المصريه. تعال بقى نبص على عبد المنعم والطلوع بالكوره التمريرات اللي بتكسر الخطوط بيوفر. نعم. للاهلي قد ايه في الباس. الباس اللي فات ده. نعم. كسر خطين من امبي حط حسين. نعم. الشحات الراجل بيوفر للاهلي بتمريره واحده. مزبوط. ودي اهم حاجه يقعد يقول لك الطلوع بالكوره. الطلوع بالكوره عبد المنعم دايما تلاقيه بيعدي نص ما هو عايز يروح. بص الباس بتاعه قد ايه مظبوط. وبص هنا الكوره هترجع لعبد المنعم والتمريره دي هتكسر كام لعيب من لعيبه امبي. لان الباس مظبوط اليو ديانج هيظهر في الكادر. بص كابتن التمريره اللي بص واحده بص واحد عدت من كام خط هجوم. نعم. نص ملعب راحت اتحطت فين في مساحه عملت افضليه عدديه للاهلي على طول من غير ما تفكر. نعم. اذا تمريرات محمد عبد المنعم الحقيقه اكتر من ممتازه. محمد عبد المنعم عليه انه يعرف انه حاليا هو المدافع الافضل داخل مصر. نعم. خاصه في غياب حجازي والوينش لما نتكلم على المنتخب. نعم. هو بص التمريرات حتى القطريه. ما شاء الله. فما شاء الله الراجل ممتاز. اهم حاجه يبقى عارف ان مفيش سقف. نعم. التطور ملوش سقف. ليه بقى انا بقول لحضرتك يعني بص الكره دي هو هنا اتحط في موقف انه لازم يرقص لانه اتضغط. نعم. عليه بس احيانا بتطول الكره. أيوة دي لو اتقطع بالظبط وكمل. نعم. بس بص بقى كتمها كمان بشماله. نعم. على لعيب ممتاز لكن واحده من دي لما بتتقطع بتهز الثقه وبتعمل حاجات كتيره جدا لازم يبقى عارف ان مفيش سقف للتطور ابدا. طيب ده بالنسبه لديانج عبد المنعم وجمله تكتيكيه رائعه بيجيبها لنا اسلام. لكن بسرعه قبل ما اطلع فاصل كنت عايز اتكلم على الضربات الثابته للنادي الاهلي. كولر في مباراتين سان جورج. عمل اربع طرق جداد للكور الثابته. تمام. شورت كورنرز بيعمل مثلث على طول ويبدا اللعيب يتحرك محمد هاني يتحرك او حسين الشحات او يلعبها على بره. بص ده في ماتش سان جورج هو كان واخدها. نعم. تمرينه عايز بالزبط. يجرب هتروح لمعلول معلول هيسند على مروان عطيه هيقوم جاي على حسين الشحات انا اسف ومتحرك. نعم. الكوره دي اتكررت اربع مرات بطرق مختلفه. أيوه. هي واحده هتسند هيرجع تاني هو كان عمال يجرب في فرقه سان جورج. نعم. ما جابتش النتيجه لكن اتعادت في ماتش الذهاب وماتش العوده وده يقول ان الراجل بيجرب لغايه ما يوصل لحاجه. نعم. جه في ماتش امبي كان موديست لعب. أيوه. بقى يلعب الكورنر على راس موديست مظبوط جوه السته يارد انا مش ميزاتي. هفكر كتير لان. نعم. هو راجل طويل فانا هطلع هلعب عليه على طول. بص يا كابتن دي طريقه تانيه على. نعم. طول هتلاقي واحد جاي يجري بص الكره ملعوبه فين. نعم. فكره تانيه خالص هو حد بياخد العين وتطلع بره. أيوه. التنفيذ مش مظبوط لكن. آه. ده اتعملت في ماتش الذهاب واتعملت في ماتش العوده وده الاهم. لو جرينا باللقطات دي اوريك موديست على طول بتتعمل له ازاي. هو هنا ده محمد عبد المنعم. أيوه. احنا خلاص تريد مارك عارفينها لكن هو بعد كده هيبدا يستغل موديست. نعم. بيحط له الكوره على السته يارد على طول. نعم. والراجل طلع ضيع واحده. واحده عملها فاول وواحده ضيعها ودي كورنر تاني بالظبط. نعم. هنا التنفيذ كان غلط ولكن الفكره. آه. بتاعت وجود محمد هاني هنا. آه. هي اللي تحسب للمدير الفني بدل ما انا احط الكورنر اللي مصر كلها عرفته. آه. بص ده مين اللي طالع ده موديست. أيوه. جوه السته يارد عمل فاول هتتعاد من الناحيه الثانيه علي معلول مظبوطه هيلعبها بدماغه بس هتطلع فوق العارضه. نعم. اذا الراجل بيشتغل. نعم. افكار مختلفه في الضربات الثابته. هذا كلام جميل جدا من اسلام سامي. خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل عندنا حاجات كثيره جدا في التكتيك كمان. طيب خلينا اسلام نروح على الزمالك وعندك لقطه مهمه جدا في الثواني الاخيره ما بين الزمالك والمقاولون العرب. اه كابتن بصرف. نعم. النظر عن طريقه الدفاع في الكورنر. نعم. سواء بقى زون ديفنس دفاع منطقه او مان تو مان اوسوريو بيدافع من. نعم. الموسم اللي فات بسبع لعيبه فقط جوه ال 18 على فكره انا بحب كده. ان انت تسيب مهاجمين قدام بس مش بكثره قوي لانه الموضه دلوقتي ان كله بيرجع ورا مظبوط فبتفضل الهجمه مستمره هو بيسيب ثلاثة بره كتير كان كابرال مع. الزمالك بيعمل كده وبيسجل منها.
فهو بيسيب ثلاثة. نجحت جدا السنة اللي فاتت في ماتش فاركو كاونتر اتاك الثلاثة، هوب الزمالك جاب منها جون كويس، وبعدين عملها قدام أرتا سولار. نعم، في الزمالك بنفس الحركة دي سجل دخل فيه جون في الدقيقة 99 نص ضد المقاولين. نعم، بس كان بيدافع بسبعة لعيبة جوه ال 18 وشيكابالا واقف بره. فهل يعقل ان فريق بحجم الزمالك في الدقيقة 99 ونص ما يدافعش بال 10 لعيبة جوه ال 18 اللي هي آخر هجمة في المباراة؟ فالراجل عنده قناعات، ما ينفعش قناعات. ده السنة اللي فاتت ضد فاركو في كأس مصر. لو عملت بوز حضرتك هتعد اللعيبة دول سبع لعيبة فقط من نادي الزمالك. 2 4 6 7 ده 7 باللي بيقابل كمان. بالظبط، ما هو اللي بيقابل ده طلع. 2 4 6 7 والحارس 8 يبقى اتبقى 3 قدام يا جماعة. هوب هجمة مرتدة بقى، دونج هياخد الكورة ويروح الكاونتر اتاك، تعالى بقى يمشي على طول الكورة بسرعتها. نعم، هيبلى حضرتك ادي واحد ابيض واحد ابيض 3 على 3 واحد على الشمال مظبوط واحد في النص، هو سايبهم 3 على 3 عشان يحصل اللي حصل ده بالظبط. الكرة تبقى هجمة مرتدة مع الزمالك، فالزمالك يبقى عنده أفضلية عددية، فالكرة تروح لمصطفى شلبي هو عمل فينش ممتاز في الآخر ويسجل. تعال ناخد الكرة اللي وراها بسرعة، ماتش أرتا سولار عشان نعد على طول، يعمل بوز معلش أنا آسف، هتلاقيهم برضو سبعة أبيض قدام أرتا سولار هنا. 4 5 دول 2 4 6 مظبوط تمام تمام 7. نعم، هتكمل الكادر عادي جدا، الكرة دي هتروح وترجع وهيبان ان الزمالك بيضغط من قدام بالثلاثة، يلا بينا نجريها بسرعتها. كل طرف عليه واحد وواحد في الالف مظبوط كده، ثلاثة مهاجمين بالظبط. احنا بقى نروح للمقاولين. نعم، في الدقيقة 99 ونص الهجمة الأخيرة للمقاولين وأمله الأخير في المباراة. هتلاقي الراجل بيدافع بسبعة لعيبة فقط لا غير. نعم، وشيكابالا رجع وقف في قوس ال 18. نعم، ما اتحركش تماما. بص عليك بقى، أوه بقى واحد اتنين. طبعا ده لا يعفي محمد صبحي تماما من نقف شوية نقف شوية نقف شوية نعد بقى يا جماعة الأبيض هنا. يلا أدي 2 4 6 7 وشيكابالا على 18 يبقى 8، يبقى في 2 قدام بالظبط. وحضرتك حط في حساباتك إن شيكابالا وقف ما اتحركش تماما، يعني ما رجعش دخل ال 18. نعم، نزلت الهجمة حتى الراجل على ال 18 ما فيش تعدى الحكم، ما فيش حد، هو واقف ماسك الحكم مظبوط. تمام، رجعت. نعم، الراجل شاط احمد علاء. نعم، في الجون. هل يعقل ان فرقه بحجم الزمالك وفاضل نص دقيقه والماتش يخلص المدرب ما يرجعش ال10 لعيبه؟ ده صحيح. هل انت مستني تعمل هجمه مرتده؟ نعم، مفيش هجمه مرتده تتعمل. نعم، ده معلش هنجيبها من الاول، بس دي مباراه ارتا سولار، ده الجون اللي دخل في الزمالك. نعم، كان من فاول. ايوه، بص حضرتك قبل ما الفاول ده يتلعب، بص شيكابالا واقف فين ومصطفى الزناري واقف. نعم، فين؟ بص ماسكين مين؟ مش ماسكين حد. الكره هتتلعب في ظهر مصطفى الزناري بمنتهى الاريحيه، الراجل هيستلم، الاثنين هيروحوا يضغطوا عليه. نعم، الراجل هيعدي من وسطهم وهتتلعب، والراجل اللي هيقطع من ظهر الباك ليفت هيسجل. بص. نعم، بص بص جاي منين؟ نعم، جاي من ظهره. ده مين ده؟ ده دونجا. دونجا نص الملعب. راجع يلعب باك ليفت لان مفيش باك ليفت. نعم، كان فتوح بيلعب مساك. نعم، فكان الزمالك بيلعب من غير باك ليفت، بس دونجا لانه مش حتته. الراجل جاي من ظهره. بص يا كابتن. نعم، هو دونجا مش شايف ان في حد اصلا في ظهره. الراجل جاي من ظهر دونجا مظبوط، سرق حط الكوره. بعديها بدقايق نفس الكوره اتلعب التاني. ما بص بص المنظر. ايوه، الراجل ده واقف لوحده، هتجري بقى على طول. الكوره دي اتلعب التاني برده في الشوط الاول. نعم، لان مفيش حد بيروح يمسك الراجل فبيجريه. نعم، يروح يستلم في ظهر مصطفى الزناري، فبتبقى تعمل مشكله للزمالك. فبرده هل النهارده بص الراجل اللي بيجري. نعم، ده رايح فين؟ هيفتح 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 عشان يروح يستلم في الحته دي. بس المره دي مصطفى الزناري مش عارف، في واحد جاي هو يغطي عليه عمر جابر، مصطفى الزناري اخد باله ولحق الكوره. نعم، الطبيعي ان بمدير فني كبير بقيمه اسوريو بجهاز فني نادي الزمالك اللعيبه تقف صح في الضربات الثابته. صحيح، كلفت الزمالك جنين. نعم، في منتهى الاهميه وكاد ان يخرج من البطوله مليون في الميه بسبب خطا زي ده. مليون في الميه. طيب خلينا نروح بقى للفقره الجديده، انت عامل حاجه اسمها جمله تكتيكيه. مظبوط، يلا بينا عشان نبين للناس ان في تكتكس بتحصل في المباريات واهميتها سواء حاجه ايجابيه او سلبيه. يلا، نبدا من عند الاهلي. الاهلي وامبي. نعم، وايه دور الباك ليفت والباك رايت اللي فجاه بيفتح طرف الملعب وفجاه يخش في القلب؟ تعال نشوف الحالات ونشوف ان برده بقى تريد مارك الكولر مع الاهلي محمد هاني وعلي معلول بيخش في القلب هنا. نعم، هجمه طبيعيه للاهلي، وانا عايز الناس تعد مع حضرتك كم واحد بيهاجم في الاهلي. نعم، محمد هاني هو اللي بيفتح، راجل بيرسي تاو هيرجع شويه، طبعا ديانج بيقرب زي ما احنا متعودين. احنا كده عندنا سبع مهاجمين بالظبط. نعم، تمام، يلا بينا نجمل الهجمه عشان تشوف السبعه دول منتشرين ازاي. هتلاقي محمد هاني فاتح الخط طبيعي. نعم، عادي جدا. اعمل بوز بقى معلش، محمد هاني واقف هناك اهو، وبص كام لعيب بقى يا كابتن. نعم، ستة هم وتحتيهم اتنين. نعم، الاهلي بيهاجم بتمانية بس الراجل الباك مكانه. نعم، موجود والدنيا. نعم، تمام. نعم، تعال نشوف بقى ايه اللي وراها عشان بعد كده ناخد الهجمه اللي وراها. نعم، وحضرتك بص على محمد هاني وعلى علي معلول هيروحوا فين. أيه، هيخشوا في القلب. اول ما يخشوا في القلب الباكات تتحول لبيرسيتا وحسين الشحات، تحول وحاجه اوتوماتيكيه بقت بتحصل. ده بيعمل ايه؟ بيخلي الخصم انا مش عارف امسك محمد هاني ولا. نعم، امسك علي معلول، لان الطبيعي الجناح ام بي هيمسك علي معلول. نعم، هنعمل هنا بوز، هتلاقي بص ده
اللي على الشمال اللي في القلب هو علي معلول، واللي على الطرف حسين الشحات، هناك اللي فاتح عرض الملعب بيرسي تاو، واللي في القلب ده محمد هاني. اوتوماتيك الجناح لما بيرجع بيبقى عينه على علي معلول. أيوه. علي معلول هيخش في القلب، هيخش ورافع، هيسيب حسين الشحات. نعم. والعكس، دي حاجه هدفها ان انت تخلخل اللي بيحصل ده، ويقوم جاي اليو ديانج يجري زي ما محمد هاني جري. نعم. الافكار واحده، الاسماء بقى هو الراجل بيقدر يغير فيها، وبلعيبه الاهلي بقى عندها وعي تكتيكي ان هو ماشي لقى حسين الشحات فتح عرض الملعب، يقوم هو داخل في القلب. اللي بنقول عليه بقى عمياني. عمياني بالظبط، هي تتقال كده. فاوتوماتيك الكوره هنا بتتحط زي ما محمد هاني جري في اللي فاتت. بيرسي تاو انا اسف ديانج بيجري في دي. ويروح يجيب ضربه الجزاء. دي صحيح. جمله متحفظه. تمام. نطلع بقى من جمله الاهلي لجمله للزمالك. يلا بينا. في الشوط الثاني في ارتا سولار بعد ما اتغير مكان فتوح ونزل اوباما. بقى في مثلث قوي جدا ناحيه الشمال، مصطفى شلبي اللي عامل ماتشات كبيره جدا مع الزمالك الحقيقه. بص حضرتك المثلث ده، شلبي اوباما فتوح، الكرة هتتدور ما بينهم كده، عندك سبعة مهاجمين بالظبط. بقى الزمالك الشوط الثاني لما رجع للطبيعي طبعًا. بتاعه وطلع فتوح. بص حضرتك التحرك ده مره اهي، التحرك ده اوباما سرق الناس، اخذ من فتوح وزيزو بيحط بتضيع. تعالى نعيد اللي وراها تاني، نفس المثلث بنفس الجمله بنفس التحرك، بس المره دي الزمالك بيسجل منه. بص حضرتك الثلاثه كانها اعاده، هي كربونه. والله هي فعلا اعاده، تعتبر اعاده. ده بص بقى حضرتك، اوباما بيسرق وفتوح بيحط له الكره هي هي. اوباما النهارده بتجي له الكره بتخدمه ويروح. شيكابالا بيسجل منها للزمالك وتتعادل المره الثالثه. ده شغل بتاع مدرب. او ان اللعيبه الشوط الثاني لما حست بالخطر والراجل رجع للطبيعي، اللعيبه اشتغلت، لان الخصم نفسه ضعيف. ان اما تعمل مثلث ناحيه الشمال دي دي حاجه طبيعيه بتتعمل في الكوره. هنا بص حضرتك في الكوره دي على طول الراجل واقف، هتتلعب نفس المثلث. وهو ده اخطر حته في الزمالك حاليا. من الجمله دي نروح لحاله دفاعيه من وجهه نظري فيها خطا كبير في ماتش الاتحاد النهارده. كره مع مبلولو هتتخطف. هتبقى هجمه مرتده زي ما بنتكلم. هنا اللوم من وجهه نظري على اللعيبه. باك رايت الاتحاد متقدم، الكره هتتلعب في ظهره. مين اللي رايحين معاه دول؟ الاثنين المساكين بتوع الاتحاد، محمود شبانه وسيف توقه. فالراجل هيقف على الكوره ويبدا يخش لجوه. تعالى بص بقى كابتن، هنعمل بوز هنا وشوف المساحه اللي ما بين المساك والباك ليفت. بص حضرتك المساحه قد ايه، في عدد كبير من الاخضر بالظبط، لكنه مش طبيعي بقى بشكل ان الاثنين اللي في النص دول واحد فيهم ياخد خطوتين ورا كانه هو المساك. بص بقى احمد بالحاج سرق كام لعيب في المساحه الفاضيه واخد الكوره. واحد اثنين ثلاثه اربعه بتباص واحد وراح سجل الجون الثاني للاتحاد السكندري. ده ليه وعي باللعيب. ان النهارده زميلي رحل فانا هرحل، انا الديفندر هرجع بقلب دفاع. اوتوماتيك. لكن فكره ان الاتحاد يبقى عنده المساحه الكبيره دي بين المساك والباك ليفت تكلفه جون زي ده. وكان في استعجال في الطلوع من مهدي سليمان. خلينا ناخد اندر ريتد قبل ما نروح لفاصل. يلا بينا. يلا بينا. اندر ريتد النهارده هروح على طول لزد وبلديه المحله. يلا بينا. واحد من اجمل ماتشات الدوري، ماتش كبير جدا، وكل التحيه للكابتن احمد عبد الرؤوف والكابتن مجدي عبد العاطي. تعال نجري الحالات. الفرقتين عملوا ماتش. الكوره ما بتعلاش بالساهل. الفرقتين بيضغطوا على بعض كويس جدا. بص حضرتك الاوت، اللعيبه بتقرب لبعض ازاي. حسام اشرف بيقرب من الباك ليفت بتاعه احمد رضا، ويبداوا يلعبوا مع بعض عشان تنتهي بكوره جون لاكتشاف اللي هو الراجل اللي سجله فيبو حكيم. ده لعيب نيجيري عنده 19 سنه ب 300000 جنيه واعاره من الجيش على فكره. ده كان 300000 جنيه بالمصري. يعني حضرتك ده 19 سنه. لعيب ممتاز، عامل 2 اسيست وجون. تمام. وبص يا كابتن اللعيبه، وبص زاد بيدور الكوره هنا ازاي مع كابتن مجدي عبد العاطي. الكوره بتفضل قاعده في رجليهم، مش هيعلي الكوره غير لما يكون عارف ان هي رايحه اللعيب. يعني هنا يوم ما يقرر ان انا هلعب طويله يبقى هلعب على زميلي. البلديه بيضغط، محمد سمير بيغير عرض الملعب تماما، بتروح الكره الناحيه الثانيه وتبدا تدور الهجمه. وده الحقيقه قصه كويسه جدا ان الفرقتين ما بيفكروش انا اسف يعلقوا الكره ونلعب على الكره الثانيه. ما عجبنيش المورين امبارح تعليق الكره كان كتير. زياده مبالغه فيها. بص حضرتك المنظر، واللعيبه بتستلم بين الخطوط، واللعيبه بتتحرك كويس جدا لغايه ما بعد كده الكره تتقطع منهم. لكن كل الفرقتين عندهم رغبه ان انا ابدا الهجمه من تحت. ويمكن دي طبعا دي بص حضرتك هنا دي عجبتني جدا كابتن مجدي عبد العاطي، لانه درس البلديه بيطلع يضغط على طول على الديفندر اللي بيستلم. فموتوموسي يعمل فاول، ادي مره الكره اللي وراها يضغط بس يجيب الكره ويسجل منها جون. يبقى انا عارف ان انا عندي لعيب هيطلع يضغط على انا اللي البلديه بتطلع عليه واستلم منه الكره، غلطه من الباك يروح يسجل منها جون. ده فكر مدرب. صحيح. هتطلع على مين هروح اضغط عليه عشان اغلطك واخد منك الكوره. هو ده فيبو حكيم. وبص التحرك الممتاز لحسام اشرف، وده هايل. هديه من الزمالك لبلديه المحله بالمناسبه. لانه بص السحبه دي يا كابتن، بص السحبه دي. بص سحب الكوره تحتيه ازاي، سحبت مهاجم لعيب عارف هو بيعمل ايه. مصطفى محمد عانى نفس المعاناه طبعا ورجع بقى مهاجم مصر الاول وما شاء الله. المره الشهر الثاني على التوالي احسن لعيب في نانت.
الفرنسي. وبص حضرتك هنا الضغط برضو حسام اشرف بيرجع يضغط على الراجل اللي بيبداوا عليه وتدوير الكوره قد ايه الفرقتين، وتحس الاثنين مدربين فنيين عايشين الماتش وبيشغلين كويس جدا. والحقيقه عجبني تعامل كابتن احمد عبد الرؤوف بعد الطرد، انه خلى الفريق بيهاجم وحرك حد في ظهر عبد الله مجدي والباك رايت علي لالا وقدر يحرك اللعب. ممتازين بصراحه الاثنين، يعني تجربه رائعه لاثنين مديرين فنيين شباب. نروح لفاصل ونرجع، عندنا اهداف وحراس وعندنا كمان في الاندر ريتد اهداف مبلول. هي اهداف وحراس بس كمان صدات وحراس. طبعا تمشي يعني الاثنين، ما هي عشان حته الحراس والصدات. يلا بينا يلا بينا ابدا بسم الله يلا بينا. الاسبوع فيه جوان كتير جدا يا كابتن. تعال نشوف اول ده تصدي كان ممكن يقلب الجيم. الشناوي كانت واحد واحد. احمد جمال عدى اوف حطها كويس جدا، بس هو اوف ما رفعش عينه. ما رفعش عينه، ما رفعش عينه، هو قفل عليه زيك. اصبر اصبر ثانيه بس علينا من فضلك. يعني يبقى نقول هنا الشناوي على التالق ناوي. الشناوي على التالق ناوي الحقيقه هو الاختبار الوحيد اللي جاله الراجل تصدى ليها، لان لا طبعا هي بتجي لك واحده لازم تتصدى لها. ده الجون الكبير. جميل، تعال ناخد ده واحد من اجمل الاهداف على مدار الموسم. الله، جون عالمي صحيح. مابولولو مهاجم بصراحه ممتاز، واحد من افضل المهاجمين اللي دخلوا مصر. بص يا كابتن التحرك بالطلعه، يعني بص الراجل طلع فين وحط الكره ووجهها ازاي وهو شايف. هل احمد مسعود يسال عن حاجه في الجون ده؟ لا، مسعود غير سعيد. طبعا غير سعيد. ماجو جولو. لا ده رهيب. ماجو جول. مابولولو جول. رهيب. مابو جولو الحقيقه وهداف الدوري برصيد اربع اهداف. مابو جول الحقيقه، يعني مابو جوال تمشي يعني. ممتاز بصراحه. جول حلو قوي قوي. بص عليك دي نطه من النطات اللي هي يعني ما تعرفش. الحاله الوحيد انه احمد مسعود ما يخرجش، بس طبعًا ما حدش يتوقع كده ابدا، ان كل الناس توقعت انه هيستلم. ده كمان جول من الاهداف الحلوه جدا. جون احمد القندوسي في مرمى فاركو. حلاوه الجون في التكتيك اللي اتعمل، اللعبه اللي بيسموها الثيرد مان ران، واحد اتنين تلاته اللي هي كانت ال 1 3 بتاعت زمان، والراجل راح حط الكوره ببطن رجله. مهما يعمل لها بصراحه شيكا هي ملهاش حل. والسانده بتاعت صديق اجولا دي نص الجون. نص الجون الحقيقه يعني. القندوسي يتالق ويعلن عن نفسه، عمل مباراه كبيره جدا. قوي قوي قوي. ناخد الحاله اللي وراها، ده جون برضو من احلى الاهداف. الكوره الراجل استلم ولف يا كابتن على طول، ودي احلى حاجه في الجون، ان اوان استلمته هو محضر لنفسه ومحدش يتوقع خالص. يعني بص حضرتك بسام بسام الكوره رايحه له ما كانش متخيل ان هو هيشوط. لا بسام عليه كلام، عليه كلام، عليه كلام. انا مع حضرتك بسام احسن من كده، رغم انه صعب يعني. طبعا الجول الثاني برضه فيه كلام شويه، صعبه وتحت رجله ولكن بسام جول منتخب، فنقدر نقول بسام عليه كلام. مظبوط. نعم، ده جون شادي حسين اول اهدافه مع زد في مرمى بلديه المحله. محمود ماهر والحقيقه محمود يتحمله تماما. محمود حارس كويس جدا، ولكن يعني بص الطلعه، وبعدين هو بص نط فين، هو نط في كتفه كمان، ف رايحه يعني ضعيفه. نعم يعني يبقى الاول شادي. شادي طبعا. وماهر غير ماهر في دي، صح. محمود ماهر حارس يعني جميل، لكن ماهر غير ماهر طلع ورجع. الحقيقه الكره كلفته كتير جدا. نعم. اللقطه اللي وراها واحده من اصعب التصديات، ما اعرفش صدت ازاي الحقيقه. محمود ابو السعود حارس كبير، وطبعا هو الفينش محطوط الكره ضعيفه جدا. نعم. بص حضرتك لما تشوفها القوام هايل. طبعا القوام هايل، بس الفينش ده عايز يعليها فوق. معلش بس هو ضامنها، بس الكعب حلو قوي جدا. الجمله كلها حلوه قوي. الانقاذ الاولاني محترم بصراحه، يعني لانها مردوده. هنا هو ضمانها بنسبه 100%، وابو السعود يعني كانه بيقول روي فيتوريا فين، ابو السعود اهو. دي حقيقه. صحيح، دي حقيقه. من السنه اللي فاتت الولد عامل موسم هايل، ولن اعلق على اختبارات واختيارات حراس المرمى في المنتخب، بس كنت اعتقد انه يعني ابو السعود من السنه اللي فاتت يستحق على الاقل فرصه. يعني تصدي ممتاز لنجم المباراه الاول ونجم الشوط الثاني محمد شيك، حافظ لفاركو على التعادل. كحراسه مرمى من الصعب جدا انك كحارس بعد هدفين تعود. صح. فالنهارده الحقيقه شيكا مزيكا. شيكا مزيكا بجد، دي حقيقه. وده احسن عنوان والله يا كابتن. مزيكا والله شيكا، لان يعني شيكا كان جدا يعني. اوقات كتير ما كانش بيوفق. نعم. وغلطته كانت بتكلف فاركو الخساره. هو النهارده اللي حافظ لفاركو على التعادل الحقيقه، صد اكتر من اربع خمس فرص، ودي صعبه جدا. مليون في الميه. بالمناسبه هو غير مسؤول عن الهدفين. مليون في الميه على الاطلاق. مليون في الميه، ليس له علاقه بهم على مليون الاطلاق. اهدافه حراس جميله، اندر ريتد. ما خدناش درجات ليه النهارده؟ وضح للناس عشان مش كل الفرق لعبت. الاهلي ما لعبش في الدوري، الزمالك لسه ما لعبش المباراه. فبناخدها دايما عشان تبقى فير
لما كل الفرق تلعب. في 10 ثواني رايك ايه في غزاره الاهداف اللي هي ظاهره بدات مع يا رب تكمل على طول، لان الدوري حلو جدا بالموضوع. كل الناس عايزه تكسب، دي نقطه مهمه، ما حدش بيلعب على النقطه، لا كله عايز يكسب، وبنشوف اهداف في اخر دقيقه. اتمنى ان الروح دي تكمل، لان هو ده اللي هيخلي الدوري اقوى واقوى. هذا المشهد الجميل للجونه وزيدوا بلديه المحله بتفسره بايه؟ بفسره ان الفرق شغاله كويس جدا، بنت فرقه كويسه، تجربه الشباب كويسه جدا هنا. تجربه الخبره كابتن علاء عبد العال. في فرق قديمه ممكن تعاني، مقاولين العرب ممكن يعاني، مقاولين العرب ما كسبش غير ماتش في اخر 20 لقاء مع كابتن شوقي غريب، وده دي نقطه صعبه جدا. ماتش في اخر 20 لقاء من السنه اللي فاتت. واعتقد ان فاركو وارد جدا يكون من الفرق اللي اتغير المدرب بتاعها. نورتني وشرفتني، بنور حضرتك، استمتع بيك وبستفيد منك. اسلم لي. العفو، ربنا يخليك. شكرا جزيلا كده. تمام، وجبه اخر جمال، ونقول في الاخر ايه؟ سلام.